فوزي مباراة أخرى مسابقة أخرى مالجري اللي جات في وقت صعيب، شنو تنجم تقول على المسابقة هذه اللي دخل الترجي يحب يرجع من الباب الكبير تشامبيونز ليغ؟ مؤكد الترجي مع حاجة من الأهداف نتاعو تشامبيونز ليغ، هذه أول مقابلة المفروض معناتها جات في وقت معوش وقت باهي، لأن الرزنامة نتاع البطولة التونسية حقق رات حساب هذا وتعاملت مش سهل مأمورية مع الفرق التونسية، لكن مع كل أسف ما صارش هذا. الترجي مجبور معناتها باش يتعامل مع الوضع هذا، نفس الشيء الترجي مطالب باش ياخذ 3 نقاط من المقابلة هذه من غير ما خلينيش نخمم على مقابلة النجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله معناتها الأمور تعدى على أحسن مرام من غير مشاكل كبيرة من غير إصابات باش نكونوا جاهزين. لا 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 على الضغوطات هذه، ما يفكروش في المقابلات اللي بعدهم لأن كنا نعطيهم الرزنامة ممكن معناتها يتقلقوا شوية. عندنا مقابلة نخموا فيها ويا بعد يعمل لها الليل، معناتها أهم شيء مقابلة هذه وبعد يعمل لها الليل. ما عندنا المقابلة هذه تست بيها قبل ماتش قطوان؟ لا ما يبقى تست كل طيارة دي مقابلة إفريقية مش النمط نتاع الملاعبية التوانسة، نوع جديد معناتها حاجه جديده معناتها الفوتبول افريكا ماتش فوتبول تونيزيان، دونك ماشي الملاعبين نعرف قيمتهم نعرفوا امكانياتهم نعرفوا فنياتهم نعرفوا العطاء نتاعهم الغزير، دونك ما كل وجه وجهتها.